نرجع تاني لموضوع قطع الكهرباء. قال لك الكهرباء بتقطع ساعتين، حصلت مشكلة في أحد حقول الغاز في أحد دول الجوار، هم مكسوفين يعني يقولوا الكيان الصهيوني بسبب مشاكله مع غزة أو حربه على حرب الإبادة على قطاع غزة، وبسبب تعرضه للقصف من حزب الله في لبنان توقف بعض حقول إنتاج النفط فقفلوا المحبس عننا. ده الكيان الصهيوني اللي عنده حرب أو بيحارب ويقتل إخواننا في غزة ولبنان هو السبب في جزء من الأزمة حسب كلام مصطفى مدبولي. نرجع تاني لكلام السيسي، احنا جبنا جول في إسرائيل، تقريبا الجول طلع أوفسايد أو خبط في العارضة ورجع خبط في دماغ المواطن المصري، أو يمكن تم إلغائه في الفار، لكن الحكومة اتكسفت تقول لنا يعني إن الجون اللي احنا جبناه في إسرائيل تقريبا جون عكسي وجه فينا احنا، فلابسين دلوقتي في ملف الكهرباء وملف الغاز وملف تخفيف الأحمال حسب ما أنتم متابعين. الوضع إيه حسب البيانات الرسمية؟ الكهرباء بتقطع ساعتين أو ثلاث ساعات. أثبتنا لحضراتكم بالدليل على لسان المواطن في بعض محافظات الجمهورية ومنها سوهاج اللي بتقطع الكهرباء عنهم ست ساعات، وأسيوط بتقطع خمس ساعات، وجنة أو قنا بتقطع أربع ساعات ونص. اسكندرية بقى فائت الحدود، ويمكن بعض الأماكن في اسكندرية ومنها منطقة النخيل السكان هناك بيقول لك الكهرباء بتقطع 12 ساعة يومية. مش عارفين نعيش سكان قرية النخيل أو منطقة النخيل القرب اللي هي قريبة من شط النخيل في اسكندرية بيستغيثوا، كهرباء بتقطع عننا 12 ساعة في اليوم. ناس قالوا كانت بتقطع 10، قبل يومين زودوا عدد ساعات القطع ل 12 ساعة. ايه السبب؟ سبب ان الناس المستأجرة الشاطئ او بعض الشاليهات اللي موجودة على الشاطئ ما بتقطعش الحكومة عنها الكهرباء، فالبديل عشان توفر الكهرباء لشاليهات شاطئ النخيل والأماكن أو بعض الكافيهات المستأجرة الشاطئ من المحافظة والحكومة إنك تزود عدد ساعات القطع عن المواطن العادي اللي هو مش موجود على الشط وما بيستفدش من شط النخيل. فالناس بقى بيقطع عندهم الكهرباء ب 12 ساعة، المية أيضا مقطوعة لأن معظم المنطقة بتعتمد على مواتير رفع المية، المية بتخلص بعد ساعتين ثلاثة والناس تقعد من غير مية 12 ساعة من صباحية ربنا لحد بالليل، من الساعة 8 صباحا لحد الساعة 8 مساء، منطقة النخيل في غرب اسكندرية من غير مية يا حكومة. 12 ساعة وانت بتبني جمهورية جديدة، اهالي اسكندرية قاعدين بيتشوا في الحر ومن غير مية ومن غير اكل. 12 ساعة يوم كامل اهالي اسكندرية مش لاقيين كوباية مية يشربوها، مش لاقيين شوية مية يغسلوا وشهم، لا مساجد فيها مية ولا مستشفيات ولا مدارس. 12 ساعة ولادهم بيمتحنوا وعايزين يذاكروا ويركزوا قاعدين في الحر، واللي قاعد فوق السطح واللي قاعد على السلم، والحكومة طالعة بتتفشخر. وامبارح يقول لك السيسي اتدخل. اتدخل عمل ايه السيسي؟ السيسي وجه الحكومة. طب ما هي الحكومة والسيسي هم سبب، هم سبب المشكلة. وقال لك السيسي يرأف بصحة المواطنين، والسيسي مش عارف يشفق على حال طلبة الثانوية العامة. طب الحل ايه؟ الحل ان النهاردة الـ 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 الكنايس صعب عليها الطلبة والطالبات، فتحت لهم الكنايس عشان يذاكروا، كتر ألف خيرهم. الحل ان بعض قاعات الأفراح، أصحاب قاعات الأفراح فتحوا القاعات عشان الطلبة والطالبات يذاكروا في الحر. مكتبة اسكندرية كتر ألف خيرهم بيحاولوا يحلوا المشكلة. طب فين الحكومة؟ الكنيسة اللي هتحل؟ المسجد اللي هيحل؟ المكتبة اللي هتحل؟ قاعة الفرح أو المطعم اللي هيحل؟ فين حلول الحكومة؟ فين فنادق الحكومة وقصور وشاليهات ونوادي السادة المسؤولين في البلد، نوادي القوات المسلحة وفنادق القوات المسلحة وشاليهات القوات المسلحة والقصور الرئاسية؟ مش قالك قبل كده أنا مش مبني القصور دي ليا، ببنيها للمواطن؟ طب أهو المواطن دلوقتي ابنه بيمتحن والكهرباء مقطوعة عنه 12 ساعة. مش قالك إن الحاجات دي ملك للمواطن؟ ميدان التحرير اللي حولوا الفندق ومش عارف مبنى الحزب الوطني اللي حولوه الفنادق وكافيهات، اسكندرية اللي من أول بحري لحد المنتزه كلها كافيهات ما بيقطعش عنها الكهرباء، مش الحاجات دي المفروض ملك المواطن؟ افتح بقى خلي المواطن يذاكر، افتح بقى خلي المواطن يشم شوية هوا. المواطن اتخرب بيته، خرب بيته. سيبك من حتة اللحمة اللي باظت في التلاجة، تعال أعرض لحضراتكم هذا الفيديو، فيديو لأحد مواطني اسكندرية
كهرباء قطعت عنه 12 ساعة. الراجل ده أخد قرض من البنك وسالف فلوس وجايب بضاعة بالشكوك عشان يفتح دكانة صغيرة ياكل منها بالحلال. شوف يا حكومة، شوف يا مصطفى مدبولي، شوف يا عبد الفتاح يا سيسي، شوف يا ناس يا مسؤولين في البلد، عملتوا ايه في الراجل وبضاعة الراجل اللي باظت قدام عينه. نتابع الفيديو. يعني 3 ساعات الكهرباء قطعة، والله العظيم أكل عيشنا بيبوظ. أنا مش هكلمك على الآيس كريم بس، يعني ده غير بقية التلاجات اللي كل حاجة فيها بايظة، أقسم بالله كل حاجة، بص كل حاجة باظت، الناس ما بتجيش تشتري من عندنا حاجة، هنعمل إيه طيب؟ يعني 3 ساعات الكهرباء قطعة، والله العظيم أكل عيشنا بيبوظ. أنا مش هكلمك على الآيس كريم بس، يعني ده غير بقية التلاجات اللي كل حاجة فيها بايظة، أقسم بالله كل. طب ده يرضي مين؟ يعني ده لا يرضي مسلم ولا مسيحي ولا يرضي مسؤول ولا اي حد في العالم، ان لقمه عيش المواطن رزق المواطن والسبوبه بتاعته تبقى بالشكل ده. طب مين هيحاسب على الفاتوره؟ مين هيعوض الراجل ده على خسايره؟ مين هيوفر له ثمن البضاعه اللي شاريها بالشكوك؟ وهيجي بكره صاحب الشركه يقف قدامه يزمر له، هات فلوس البضاعه، هيقول له والله معلش البضاعه اتلفها الفشل واتلفها الفساد واتلفها المحسوبيه وقله الدين والضمير اللي بتحكم البلد. دي اسكندريه. ازيدك من الشعر بيت الاجراء اللي خده مصطفى مدبولي امبارح وشويه اجراءات بقى، اللي هو انت عارف ايه؟ يصحوا من النوم مش عارفين يعملوا ايه؟ اجراء امبارح بقرار اغلاق المحلات في عموم الجمهوريه من الساعه 10. اهو الخبر قدام حضراتكم. رئيس مجلس الوزراء غلق المحلات التجارية الساعة 10 مساء باستثناء السوبر ماركت. طب يا اخوانا، ما هو الناس دي ايضا هيتخرب بيوتها. الساعة 10 دي اللي هو لسه يا دوب يعني يا دوب الناس مخلصة صلاة عشاء. اللي هو انا طول النهار الدنيا حر، هبدأ اتحرك بعد الساعة 10 اشتري، اجيب بضاعة، احاول اشتري حاجات البيت، اجيب خضار، اروح الصيدليه اشتري دواء، مش عارف عايز اشتري حته هدمه لعيالي، ده بعد الساعه 10 بالليل. ليه؟ لان الدنيا حر نار طول النهار، وانت قاطع عن الكهرباء طول النهار، ومفيش حل طول النهار اتحرك. تقوم تقفل المحلات الساعه 10، تخرب بيوت الناس اصحاب المحلات اللي طول النهار حالهم واقف زي ما انت شايف كده، حالهم واقف. بمجرد الدنيا الجو ما يبقى كويس لا اقفل يا ابني المحل وروح. المواطن ينزل بقى في عز الحر عشان يشتري الحاجات بتاعته. قرارات، كل قرار بيبوظ اللي قبله، وكل ما يحلها من حته يبوظها من حته تانيه. ليه؟ لانه غير معترف بدراسه الجدوى، لان الساده المسؤولين في بلدنا ما يعرفوش يعني ايه حاجه اسمها خطه. شين كده زي ما قلت لحضراتكم اول امبارح، اعمى ساحب كفيف ماشيين عمالين يخبطوا ويقول لك انجازات. انجازات ايه؟ ولع لي النور عشان اشوف الانجازات بتاعتك، ولع لي النور عشان ما تكعبلش في الانجازات، اقع يتقطم رقبتي او تتكسر رجلي بسبب الانجازات اللي انت بتعملها لي. واحتفالات بقى، يعني من امبارح والنهارده سابوا مشاكل المواطن وبيحتفلوا بانجازات 30 يونيو. 30 يونيو خلصتنا من الاخوان، يا سيدي كتر الف خيرك. 30 يونيو خلصتنا من ثورة 25 يناير، يا سيدي متشكر. طب عملت لنا ايه 30 يونيو؟ 30 يونيو اصلا قامت ليه؟ قامت عشان خاطر الكهرباء بتقطع ساعتين، تقطع دلوقتي 12 ساعة. قامت عشان خاطر الدولار كان ب7 جنيه، دلوقتي الدولار ب50 و55 جنيه. قامت عشان الأسعار كانت زادت مليمين ثلاثة، دلوقتي الأسعار زادت 400%. قامت عشان خاطر كان في مشاكل على سد النهضة، دلوقتي سد النهضة اتعمل وبيبنوا الملء الخامس. قامت عشان مش عارف سينا احتلها الإرهاب. يبقى بتحتفل بإيه؟ السؤال اللي بسأله المواطن، انتوا بتحتفلوا بإيه؟ انتوا عملتوا إيه كويس تحتفلوا بيه؟ انتوا كلتوا إيه أو إحنا كلنا إيه عشان نشرب عليه مية غير المر اللي شربه الشعب المصري على مدار 11 سنة؟